على الأقل مبدئيا الآن بحسب ما يتوفرين لدينا من معلومات كون العملية تمت في إطار ملاحقة القوات الأمنية لفلول من الإرهابيين، ربما يكون ذلك في علاقة بما حدث اليوم في المنيلة على خلفية إلقاء القبض على 16 إرهابي، ربما التحقيقات الأولية، ربما هذا كذلك نتيجة منطقية لما حدث في بنقردان وعملية إلقاء القبض كذلك على الإرهابيين. ما يعنينا هنا أنه العمل الأمني أصبح يتميز بقدرة استباقية مهمة جدا، وحتى حدثت المنيلة تؤكد هذا، أي أنه ثم كم هائل من المعلومات صارت تتوفر لقواتنا الأمنية سواء كان حرس أو شرطة أو حتى مؤسسة عسكرية، باعتبار أنه صار ثم انتصار مادي ومعنوي على الإرهابيين، وصار ثم تمكن استخباراتي مهم جدا. ثم عملية ملاحقة تمت في تطاوين، طبعا هذا قتال وممكن فيه معناها وقوع شهداء اليوم وغدوة وغيرها، هذه حرب مفتوحة كما قال سي علي، وبالتالي ننتظر فيها استشهاد أكثر ما يمكن من أعواننا مقابل كذلك القضاء على الإرهابيين والتخلص منهم، معناها سواء كان بقتلهم سواء كان بمعناها إلقاء القبض عليهم وإيقافهم و معناها أسر لدى قواتنا الأمنية، لأنه المحصلة اليوم كونه ثم عمل استخباراتي استباقي يتمكن من معرفة تحركات هؤلاء من حين لآخر، وبالتالي يستبق قوات الأمن، وشفنا هذا الانتصار التاريخي قواتنا الأمنية الجديد. ما عادش